أكاديمية التعريف بالإسلام، أكاديمية التعريف بالإسلام، أكاديمية التعريف بالإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يزعم الملاحدة أنهم يستندون في آرائهم إلى حقائق علمية، ويخصون بالذكر ثلاث نظريات. الأولى نظرية الكون الثابت لإسحاق نيوتن، Steady State Universe. لماذا يستندون إليها؟ لأنها تفيد أمرين. أولا، يزعمون أنها تفيد أن الكون أزلي ليس له بداية، أي لم يخلق من عدم. ثانيا، الكون بمكوناته من زمان ومكان ومادة وطاقة موجودة منذ تريليونات 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 إلى ما لا نهاية من السنين، مما يعطي الصدفة التي يتكلمون عنها كثيرا، يعطي الصدفة فرصة أكبر للحدوث. بالرغم من أن إسحاق نيوتن نفسه صاحب النظرية لم يؤيد استنتاج الملاحدة في عدم وجود الخالق. هذه هي النظرية الأولى. أما النظرية الثانية فهي نظرية التطور، Theory of Evolution، أو الداروينية، داروينيزم نسبة إلى داروين. هذه النظرية تعتمد على النظرية السابقة كثيرا، لأنها يعني النظرية السابقة تسمح للصدفة والعبثية بأن تعمل تصميما ذكيا. نظرية داروين مفادها أن الحياة نشأت من لا حياة، أنها نشأت بالصدفة من تجمع مواد كيماوية كونت خلية بدائية، ثم أن هذه الخلية تكاثرت وتطورت عوامل معينة إلى أن نشأ منها كل الكائنات الحية، حيوانات ونباتات، وعلى رأسها عائلة القردة التي تتكون من 5 أنواع أحدها هو الإنسان. النظرية الثالثة هي نظرية التحليل النفسي لفرويد، Psychoanalytic Theory. نفى فيها وجود الروح بكل طريقة، وكان يربط الجنس بأكثر تفسيراته النفسية. للمعلومية، حاول أن ينتحر عدة مرات في آخر حياته. قبل أن يستوثق الناس من صحة هذه الفرضيات والنظريات، انبنى عليها نظريات أخرى، وانبنى عليها فكرة أن الإلحاد هو الحل، وهو الحقيقة التي يفرضها العلم التجريبي. بل في غلاف مجلة التايم كتبوا: هل الله ميت؟ ثم جاء علماء الاجتماع ليستكملوا إغراق السفينة، فقالوا: بما أن الله ليس موجودا والدين هو أفيون الشعوب، فلا بد للبشر من أن يضعوا قواعد وقوانين وأنظمة تصلح لهم أمور حياتهم. فظهرت 3 نظريات اجتماعية إلحادية. النظرية الأولى هي الشيوعية لكارل ماركس، ومفادها لا إله والحياة مادة والناس شركاء في كل شيء ولا ملكية فردية. الثانية للمفكر أنجلز، ومفادها لا إله والحياة مادة أيضا، ولكن أحسن من يقود البشر هم العنصر الآري. النظرية الثالثة هي نظرية رأس المال، كابيتاليزم، وكان وراءها المرابون وأصحاب البنوك، ومفادها الإفراط في الملكية الفردية والحرية غير المنضبطة. وبناء على هذه 3 النظريات الاجتماعية حدثت مظاهرات في أماكن كثيرة من العالم، ثم انتهت بثورات، الثورة البلشفية في روسيا والثورة النازية في ألمانيا ونشوء الرأسمالية في العالم الغربي. سرعان ما سقطت النازية بعد أن
قتل بسببها 55 مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية. ثم ما لبثت أن سقطت الشيوعية أيام سقوط الاتحاد السوفيتي، ولكن بعد أن طارت الطيور بأرزاقها وقتل 40 مليون من الشعب الروسي أيام الثورة البلشفية. والآن نحن نشاهد بأم أعيننا سقوط الرأسمالية كما يقول علماء الاقتصاد. ثلاث نظريات إلحادية قدمت الإلحاد كبديل لشرع الله انتهت بفظائع وفوضى عارمة في الكرة الأرضية. نتكلم الآن عن الأرض، عن السماء الدنيا وعن السماوات السبع. القرآن الكريم والسنة النبوية تذكر هذه الثلاثة أشياء بكل وضوح وتميز بينها. في سورة الملك في الآية الثالثة قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سبع سماوات الطباق، هذه السماوات السبع هل ممكن أن يراها الإنسان أو أن يصل إليها بتلسكوبات أو بأي شيء؟ لا. قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن السماوات السبع هي من عالم الغيب الذي ليس للإنسان أن يصل إليه. يستمر السياق فيقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. إذن السماء الدنيا هي غير السماوات السبع. طبعا هي جزء من السماء الأولى لكنها الجزء الباطن من السماء الأولى كما ترون في الرسم التوضيحي. إذن باطن السماء الأولى هو السماء الدنيا. عن الأرض تقول سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عندما يتكلم الفيزيائيون وعلماء الفلك عن الكون ماذا يقصدون؟ يقصدون السماء الدنيا. هم لا يعلمون شيئا عن السماوات السبع لأنها من عالم الغيب وليست من عالم الشهادة. نتكلم الآن عن الكون يونيفيرس أو ما نسميه نحن المسلمين السماء الدنيا. هذا المنظر الذي ترونه الآن ليس حقيقي وإنما هو محاكاة لشكل الكون وهيئته، يشبه النسيج، سماه علماء الفلك النسيج الكوني. قال تعالى عن هذا: والسماء ذات الحبك. هذا الكون الذي تشاهدونه هو عبارة عن 100 مليار مجرة، كل نقطة ضوء ترونها هي مجرة، وكل مجرة يدور حولها 100 مليار نجم، شمسنا أحد هذه النجوم. تصور الآن في هذا الزمان تطور العلم كثيرا وأصبح لدينا تلسكوبات عملاقة
وتلسكوبات في أقمار صناعية في الفضاء تسبح في الفضاء، أنواع من الأشعة تحت الحمراء، أساليب ومعادلات رياضية استطاعوا من خلالها الوصول لما يلي. هذا النسيج الكوني الذي رأيناه سابقا وقلنا أنه 100 مليار مجرة وفي كل مجرة 100 مليار نجم، هذا يكون 5% من الكون، 5% فقط. 95% هي الفراغات ما بين المجرات، وهذه الفراغات فيها ما يسمى بالطاقة المظلمة. عموما إسحاق نيوتن الذي اكتشف الجاذبية قبل 300 سنة تقريبا من الآن، وصف الكون في زمانه بالأدوات الموجودة لديه، أدوات محدودة جدا، فكانت النظريات العلمية التي وصل إليها في ذلك الزمان أن الكون هو مجرد درب التبانة فقط، لا يعلمون عن المجرات الأخرى شيئا. هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان يظن أن الكون هذا ديدنه منذ أزل الأزل ولن ينتهي، يعني ليس له زمان ولد فيه أو نشأ فيه أو كان فيه أو خلق فيه، ولن يكون هناك زمان يختفي فيه هذا الكون. هذه النظرية سموها نظرية الكون الثابت. ثبت بطلان هذه النظرية لاحقا، لكن في زمانها كانت هي التي عليها العمل، وقد أعجب بها الملاحدة كثيرا جدا. لماذا؟ لأنها تعطي الصدفة فرصة لأن تعمل، يعني القوانين ووجود الحياة ويقولون تطور الحياة تحتاج إلى زمن مديد، وهذا هو موجود، الزمن المديد الطويل، الصدفة وجدت لها فرصة في الحدوث. هذه النظرية فرح بها الملاحدة كثيرا ومنهم داروين، لأنها تعطي الصدفة فرصة للحدوث. يقولون أن الحياة نشأت صدفة، ارتطام جزيئات ومركبات كيميائية صدفة، الصدفة تحتاج إلى زمن مديد حتى تحدث. نظرية الكون الثابت أعطتهم هذا الزمن المديد الذي يريدونه، لكن العلم الحديث أثبت أن الكون كان له بداية. هذا الكون الذي رأيناه، النسيج الكوني الذي رأيته 100 مليار مجرة ضغط بعضها على بعض حتى أصبحت نقطة، ليس فقط هذا الكون وإنما معه 1 مليار كون في نفس حجم هذا الكون. يعني اضرب 100 مليار مجرة في 1 مليار أيضا، ثم بكل نجومها وكل كواكبها وكل الدخان الموجود في الكون وبكل طاقتها المظلمة، اضغطها جميعا في نقطة واحدة حجمها أصغر من رأس الدبوس، بل أصغر من الذرة. هكذا تقول نظرية الانفجار العظيم Big Bang Theory التي هي عليها العمل الآن عند علماء الفلك والفيزياء. كان كل هذا العالم مضغوط، ثم فجأة قبل 13.8 مليار سنة انفجرت هذه النقطة. لم يكن هناك زمان ولا مكان ولا قوى نووية عظمى ولا قوى نووية صغيرة ولا جاذبية ولا شيء، ثم فجأة انفجر هذه النقطة الصغيرة. كانت درجة حرارة الانفجار 5.5 مليار درجة مئوية. تصور، أعود فأقول، كل هذا العالم، السماء الدنيا المعروفة الآن، كل المجرات ومثلها 1 مليار مرة، كانت كلها مضغوطة في نقطة صغيرة جدا جدا، كتلتها متناهية في العظم، درجة حرارتها 5.5 مليار درجة مئوية. فجأة انفجرت. متى كان هذا؟ كان قبل 13.8 مليار سنة. هذا الانفجار يسمونه الانفجار العظيم. ماذا حدث منذ الانفجار العظيم إلى يومنا هذا؟ يعني نتكلم عن قصة 13.8 مليار سنة.
أنا لن أخوض في كل التفاصيل، أنا لست عالم فيزياء أو عالم في الفلك، وإنما أنا أنقل عن ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج مات منذ سنة أو سنتين، وكان يجلس على كرسي إسحاق نيوتن في نفس الجامعة، جامعة كامبريدج. المرحلة الأولى هي مرحلة الدخان. بعد الانفجار كان هناك دخان، دخان ساخن جدا، كأنه يتمدد 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 يتمدد، يعني في خلال مثلا 100 ثانية من بدء الانفجار أصبح حجم الكون مثل حجم مجرتنا الشمسية الآن، ثم هو ما زال يتمدد إلى الآن، يتسع يتسع يتسع. هل هذا ما تقصده الآية في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ ربما، الله على كل شيء قدير. اتساع الكون حقيقة أكدها العلماء وأصبحت مسلم بها. نعود إلى مراحل الكون. المرحلة الأولى مرحلة الدخان الساخن. ما هي حقيقة ذلك الدخان؟ هل كان في ذلك الدخان مثلا ثاني أكسيد الكربون مثلا؟ لا، ثاني أكسيد الكربون لم يتخلق ذلك الوقت، ولا عنصر من العناصر. هل يوجد أكسجين؟ لا يوجد أكسجين. هل يوجد حديد، ذهب، خارصين، نحاس، أي من العناصر هذه؟ لا، لا يوجد. طيب، هل يوجد بروتون، نيوترون؟ تعلمون أن الذرة تتكون من نواة، والنواة قد يكون فيها بروتون أو أكثر، وربما أحيانا نيوترون، ويدور حولها إلكترونات. هل كان ذلك الدخان في بداية عمر الكون فيه بروتونات ونيوترونات وإلكترونات؟ لا أيضا. إذا ماذا كان يحتوي؟ قال العلماء كان يحتوي على جزيئات تحت الذرية، تحت يعني sub atomic particles، يعني شيء يفوق الخيال، لا يستطيع العقل البشري أن يتخيله. يعني حتى الإلكترونات والبروتونات لم تتكون، بل هذا الدخان من أشياء أصغر من هذه الأشياء. بعض العلماء يسمونها كواركات، كواركس. الله أعلم ماذا كان ذلك الدخان. من أبرز الأحداث التي حدثت زمان الدخان الساخن هذا، يقول العلماء أن 1 مليار عالم مثل عالمنا هذا اختفى فجأة. كيف؟ يقولون لا نعلم، لكن لدينا فرضيات، منها أن 0.5 مليار كان مادة، والنصف الآخر كان مضاد للمادة، ماتر وأنتي ماتر. تصادمت هذه مع بعضها واختفت من الوجود. أقول أنا، هل هذا مصداق لقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل 1 مليار هذا ذهب لخلق السماوات 7؟ الله أعلم. الذي يعلم أسرار هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إذن أولادي الكرام، المرحلة الأولى التي بدأت 13.8 مليار سنة قبل الآن، المرحلة الأولى كانت مرحلة الدخان. يتكون الدخان من أجزاء أصغر من الذرة ومن مكونات الذرة. المرحلة الثانية، يقولون مع تمدد هذا الدخان وانتشاره في الآفاق، درجة الحرارة أصبحت أقل، فتكونت البروتونات، يعني بدأت الذرات تتكون. أصغر ذرة في العناصر ما هي؟ أصغر عنصر هو عنصر الهيدروجين، يتكون من بروتون وحوله إلكترون، وهذا الذي حدث. قالوا أول العناصر تكونا هو الهيدروجين، ثم الجاذبية كانت تعمل وما زالت تعمل على جذب هذه الأجزاء بعضها إلى بعض. يقول ستيفن هوكينج أنه لا يوجد تفسير علمي لهذه المرحلة، مرحلة
انجذاب العناصر بعضها إلى بعض لتكون النجوم. يقول لعله عدم الكمال في الكون، يعني النقص المعيب، وهو سبحان الله، لأنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى، بل هو الله سبحانه وتعالى قال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فهي قدرة الخالق سبحانه وتعالى. المرحلة الثانية، تكونت الذرات، الهيدروجين، الجاذبية عملت على هذه الذرات لتقرب بعضها من بعض، أصبحت تدور حول محور، وما زالت تقترب بعضها من بعض إلى أن تكونت نجوم عملاقة، عملاقة جدا جدا، ليست كالنجوم التي نراها الآن، نجوم قديمة أكبر من شمسنا بآلاف المرات. هذه هي المرحلة الثانية، تكون النجوم العملاقة. حدث في المرحلة الثانية هو تكون الهيدروجين ثم تكون النجوم العملاقة. النجوم العملاقة حينما تتكون بسبب الحرارة الشديدة في داخلها وبسبب انضغاط البروتونات والإلكترونات بعضها على بعض، بسبب هذا الانضغاط الكبير والحرارة حدثت تفاعلات تسمى الاندماج، يعني ذرة هيدروجين تندمج مع ذرة هيدروجين ثانية تكون هيليوم، ثلاث ذرات هيدروجين أو أربع ذرات هيدروجين تندمج مع بعضها تكون عنصر آخر، وهكذا عناصر كثيرة تجمعت في مركز هذه النجوم، النجوم العملاقة، إلى أن وصل الحال إلى إنتاج الحديد. عنصر الحديد يعتبر من العناصر الثقيلة، لما وصلت الظروف في مركز النجوم إلى إنتاج الحديد، الحديد يختلف عن بقية العناصر، الحديد كأنه درع غطى مركز النجم، يعني أصبح النجم مثل البصلة، هذا تعبير العلماء، يقولون النجم أصبح مثل البصلة، an onion، له مركز ثم هناك طبقات، هناك طبقات متداخلة. لما وصل الأمر إلى إنتاج الحديد، الحديد أوقف هذه العملية، أوقف موضوع الاندماجات، لكنه تسبب في زيادة درجة الحرارة والضغط، زيادة كبيرة جدا جعلت النجوم تنفجر، النجوم العملاقة انفجرت، فدخلنا في المرحلة الثالثة وهي انفجار النجوم العملاقة. انفجار النجوم العملاقة يسميه العلماء سوبر نوفا، سوبر نوفا، نجوم عملاقة كونت عناصر هيدروجين، هيليوم، كربون، أكسجين، وهكذا وهكذا إلى أن وصلنا إلى الحديد. الحديد أوقف هذه العملية وأجبر النجوم على أن تنفجر. المرحلة الثالثة هي انفجار النجوم، السوبر نوفا. لما انفجرت النجوم، الانفجار كان قوي جدا وعنيف وهز الكون، فأجبر العناصر على الاندماج بعضها ببعض نظرا لدرجة الحرارة العالية وللضغط الهائل وقوة الاصطدام. هنا بسبب هذا الانفجار والسوبر نوفا تكونت بقية العناصر، الذهب، الفضة، الخارصين، النحاس، كل العناصر الأثقل من الحديد كلها تكونت بسبب انفجار النجوم العملاقة بسبب السوبر نوفا. يقول أحد علماء الفلك، إذا رأيت خاتما من ذهب فلا تستنقص قيمة هذا الخاتم، لأنه أصلا نشأ في سوبر نوفا، في زمن بعيد جدا جدا. سبحان الخالق. المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة هي تكون مجموعتنا الشمسية. الشمس هي نجمنا، نجم المجموعة الشمسية. هل هي مثل النجوم العملاقة؟ لا، النجوم العملاقة تكونت من تجمع هيدروجين مع بعض، وفي قديم الزمن. شمسنا عمرها تقريبا 4.5 مليار سنة. هي تكونت شمسنا من بقايا السوبر نوفا، يعني
حجارة ساخنة ملتهبة، حديد، ذهب، نحاس، خرسين، طبعا مختلط بعضها ببعض، ليس لنا يعني هذه قطعة ذهب وهذه قطعة، مختلط بعضها ببعض، عادت وتجمعت مجددا بفعل الجاذبية. ففي مركز المجموعة الشمسية العناصر الأثقل تتجمع، في الأطراف العناصر الأخف. وهذا يفسر لنا أن الكواكب في مجموعتنا الشمسية البعيدة مثل المشتري، مثل زحل، مثل أورانوس، نبتون، بلوتو، يسمونها الكواكب الغازية لأنها تتكون من عناصر خفيفة، بينما الأربع الكواكب القريبة من الشمس تتكون من عناصر ثقيلة، لعطارد، الزهرة، الأرض، المريخ. هذه أشياء ممكن تفسيرها فيزيائيا. الشمس كانت أعظم وأكبر وهي المركز، وأصبحت بعد فترة من الزمن ارتفعت درجة الحرارة وأصبح يخرج منها الإشعاع وحدث فيها انفجارات نووية التهبت أصبحت مشعة. المرحلة الخامسة هي تكون الكرة الأرضية، يعني نتيجة انفجار السوبر نوفا الذي تكلمنا عنه في المرحلة الثالثة أصبح في منطقة المجموعة الشمسية صخور وحجارة وغبار كوني يدور حول مركز واحد وهو الشمس. هذا الغبار وهذا التراب يصطدم بعضه ببعض ثم يلتصق بعضه ببعض، تراب يكون حجار، الحجار تكون صخور، الصخور تكون صخور أكبر تشبه الجبال، ثم كويكبات، ثم أصبحت تكبر أكثر وأكثر إلى أن تكونت الكرة الأرضية وكوكب الزهرة وكوكب عطارد وكوكب المريخ بنفس الفكرة. وراء كوكب المريخ الآن وقبل أن نصل إلى كوكب المشتري هناك مجموعة من يسمونها الحزام الكويكبي. هذا الحزام يشبه تماما ما حدث للأرض قبل أن تتجمع في كرة واحدة. تجمعت الأرض وكانت عبارة عن كمية من الصخور والأتربة، ارتفعت الحرارة، درجة حرارة عالية، لكن لأن كتلتها أصبحت كبيرة فأصبحت منطقة جاذبة، قوة الجاذبية أصبحت تجذب نيازك من السماء، فتأتي النيازك فتضرب هذه الكرة الجديدة، عبارة عن مواد منصهرة من شدة الحرارة. استمر هذا الأمر 25 مليون سنة يقولون. أصبحت الكرة الأرضية كما يقولون أتونا محموما، يعني فرن يغلي غليان شديد، فانصهرت كل المواد الموجودة في الكرة الأرضية، في صخور الكرة الأرضية أصبحت كلها سائل، مادة سائلة. فالثقيل، المواد الثقيلة تنزل إلى المركز كالعادة، الحديد نزل إلى المركز، الحديد والنيكل. كمية الحديد الموجودة في لب الكرة الأرضية تساوي حجم القمر الآن مرتان، تصور. الحديد طبعا له قوة مغناطيسية، لما أصبح مركز الأرض مليء بالحديد صدر عنه قوة كهرومغناطيسية، هو مغناطيس كبير. هذا المغناطيس الذي له قطبان في الشمال وفي الجنوب غير مجرى التاريخ. كيف؟ يعني إذا قارنا المريخ بالأرض نفس القصة، كلاهما تكون بنفس الطريقة، لكن المريخ لم يكن في لبه حديد، المريخ ليس في لبه حديد ولهذا ليس لديه مغناطيس. المغناطيس يقوم بتشتيت الرياح الشمسية، هناك يعني الانفجارات النووية في الشمس ترسل ما يسمى بالرياح الشمسية، هذه الرياح الشمسية لديها القدرة على إزالة الغلاف الغازي من على سطح الكرة الأرضية، لكن المغناطيس الأرضي
القوة المغناطيسية تزيح هذه الرياح الشمسية عنها فلا تضرب الكرة الأرضية، وبالتالي الغلاف الجوي استمر موجودا، بخلاف المريخ. المريخ ليس لديه هذا المغناطيس ففقد غلافه الجوي، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك حياة. لما كانت الكرة الأرضية كلها منصهرة والحديد في وسطها يكون المغناطيس، العلماء سموا هذه الحالة بحالة محيط الماجما، محيط الماجما، وهو محيط صخري سائل. المرحلة التالية من مراحل تكون الكرة الأرضية أن البراكين كانت تقذف بسحب شديدة من الغازات السامة، براكين في سطح الكرة الأرضية، ويخرج من البراكين ثاني أكسيد الكربون ونيتروجين ودخان ومواد أخرى. لا أكسجين ولا أوزون موجود. الإشعاع فوق البنفسجي هذا إشعاع قاتل، كان يستطيع أن يأتي من الشمس، ليست الرياح الشمسية وإنما الإشعاع البنفسجي يصل إلى سطح الكرة الأرضية وهذا قاتل، فلم يكن هناك فرصة لوجود الحياة. هنا بعد هذه المرحلة يقول العلماء، واختلفوا في هذه المسألة، أن هناك كوكبا آخر قريب في الحجم من كوكب الأرض اسمه ثيا، ويقولون أن ثيا اصطدم بالكرة الأرضية ونتج عن هذا الاصطدام اندماج بين ثيا وبين الكرة الأرضية في كرة جديدة هي الأرض التي نعيش عليها الآن، وأن جزءا من الأرض انتشر في الفضاء على شكل غبار وحطام، هذا الحطام أعاد تجميع نفسه بنفس الطريقة إلى أن وجد القمر. القمر بدوره كان يعمل تأثيرات على سطح الكرة الأرضية، قوة المد والجزر. يقول العلماء أن قوة القمر في المد والجزر على سطح الكرة الأرضية كانت أقوى بكثير من الآن. لماذا؟ قالوا كان القمر أقرب، هذا شيء. الشيء الثاني، كان دوران الكرة الأرضية أسرع، يعني اليوم كان 6 ساعات فقط. فهذه الأسباب التي جعلت تأثير القمر على قشرة الكرة الأرضية يكون إيجابيا، فهو الذي خلخل هذه القشرة، وهو الذي جعل الأرض تتباطأ، المد والجزر جعل الأرض تتباطأ في دورانها إلى أن وصلنا الآن إلى أن اليوم 24 ساعة. ثم بعد هذا وجد الماء. كيف وجد الماء؟ من أين أتى؟ إما من البراكين، يقولون حتى البراكين الآن موجودة، يعني أكثر أبخرتها بخار ماء الذي يخرج من البراكين. ويقولون أيضا أن هناك مذنبات كانت تزور، كانت تأتي إلى المجموعة الشمسية، تقترب كثيرا من الأرض وينزل منها نيازك وينزل منها أجزاء على سطح الكرة الأرضية. وهذه النظريتين يعني لها جمهورها ولها مؤيدها. ثم المرحلة الأخيرة، وجود الحياة، وقد جاءت الحياة تباعا، كل فترة زمنية يخلق الله خلقا من خلقه يصلحون للعيش في تلك الفترة، يمهدون لوجود الإنسان، آخرهم الديناصورات مثلا. النباتات لما أصبحت الكرة الأرضية صالحة للحياة خلق الله الإنسان. القرآن الكريم ذكر السماء الدنيا وذكر السماوات السبع، ووصف أحيانا السحاب بأنه سماء، وهذه هي اللغة العربية. اللغة العربية كل ما علاك فهو سماء، أي شيء فوق هو سماء، ولهذا السحاب هو في السماء، الغلاف الجوي في السماء. لكن إذا قلنا السماء الدنيا فإننا نقصد خارج الغلاف الجوي الفضاء والمكان الذي يوجد فيه النجوم والشمس والقمر الذي نستطيع أن نراه بأم أعيننا. أما السماوات التي لا نستطيع أن نراها وهي السماوات السبع، هذه اسمها السماوات السبع. القرآن الكريم يذكرها باسم السماوات السبع،
أو بما يدل عليها، أو وإذا ذكر السماء الدنيا يذكرها باسم السماء الدنيا وما يدل عليها. العلم الحديث يقول أن خلق السماء الدنيا تم في 13.8 مليار سنة، والقرآن الكريم يقول في 6 أيام. هل هناك تناقض بين الأمرين؟ اليوم في القرآن الكريم يقصد به مرحلة أو فترة زمنية، فمثلا الفترة الزمنية التي نعيشها الآن اسمها الدنيا، هي يوم، الدنيا يوم. الآخرة، اليوم الآخر، يوم آخر، هي يوم القيامة. فمعنى الفترة الزمنية التي نعيشها الآن يوم الدنيا أو اليوم الأول، والمرحلة الثانية اسمها يوم الآخرة، هذه مرحلة ثانية. المهم أن مرحلة، أن كلمة يوم في القرآن الكريم تعني مرحلة، لا تعني 24 ساعة. هذا أمر. الأمر الثاني أن القرآن الكريم يؤكد أن السماء الدنيا خلقت قبل خلق الأرض، وهذا ما يقوله العلم الحديث. السماء الدنيا خلقت قبل خلق الأرض. القرآن الكريم يقول أن السماوات السبع خلقت في آخر يومين من أيام الخلق. هذه السماوات السبع وخلقها لا يعلم عنه البشر شيئا إلا عن طريق الوحي. تعالوا نقرأ ماذا قالت سورة فصلت، لأن هذه السورة قد يستشهد بها الملاحدة لإثارة بعض الشبه على الذين لا يفهمون تفسير هذه الآيات. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. انظروا إلى الصورة الآن التي ترونها. السماء الدنيا خلقت في يومين، في مرحلتين، اليوم الأول السماء الدنيا، اليوم الثاني السماء الدنيا، اليوم الثالث والرابع خلقت فيها الأرض. طيب ماذا يحدث للسماء الدنيا لما خلقت الأرض؟ أيضا السماء الدنيا استمرت في تخلقها. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. يعني اليوم الثالث واليوم الرابع من الخلق كان للأرض. هل لدينا دليل أن الله خلق السماء الدنيا قبل خلق الأرض؟ نعم، ألم يقل الله سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. الأرض بعد السماوات. كيف عرفنا أن المقصود السماء الدنيا؟ ليل نهار شمس قمر، معروف مفهوم هذه السماء الدنيا. نعود إلى سورة فصلت. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. في 4 أيام. هل المقصود أن الله خلق الأرض في يومين ثم بارك فيها في 4 أيام، يعني 6 أيام؟ لا، ليس المقصود هذا. المقصود أن الله بناها في يومين ثم البركة وتقدير الأقوات في يومين، فأصبح المجموع 4 أيام، وهذه الأيام الأربعة متساوية. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يعني مثلا رجل بنى بيتا في شهرين، بنى العظم، يسمونه العظم، خرسانة وبلوك في شهرين، ثم عمل التشطيبات اللازمة وتزيين المنزل والسباكة وما إلى ذلك والكهرباء في شهرين، فيستطيع أن يقول لك أنني بنيت في شهرين؟ صحيح. هل يستطيع أن يقول جهزت البيت في 4 أشهر؟ صحيح، يستطيع أن يقول هذا الكلام. فهذا هو المقصود. بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض في يومين، قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يعني في اليوم الخامس والسادس قال الله سبحانه وتعالى للأرض وللسماوات السبع أن يأتي فأتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين،
يعني الخامس والسادس، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. عاد إلى السماء الدنيا التي خلقت في اليوم الأول والثاني، فزينها بالمصابيح والحفظ في الأيام الأربعة الباقية من الخلق. هذا رد على الملاحدة الذين يشككون في عدم أيام الخلق وأن القرآن يتناقض في هذه المسألة. وإلى لقاء آخر بإذن الله. أكاديمية التعريف بالإسلام، أكاديمية التعريف بالإسلام، أكاديمية التعريف بالإسلام.